مش ممكن ولا حد يعتمد على ان من قضاء ربنا او من قدر ربنا ان هو ما بيذكرش، فيميل للموضوع ده ويقول بقى وقت ما ربنا يعوزني اذكر هرجع اذكر تاني. يبقى لخبط ما بين اللي احنا بنحاول ان احنا نفهمه للناس انه ما يلخبطوش. يعني بنقول يا اخوانا عندنا ملفين وانت بتخليهم ملف واحد، بالشكل ده هيبقى فيه لخبطة. كتير من الناس متلخبطة، ويمكن فايدة البرنامج اللي احنا فيه ده هو واحنا بنخاطب الناس برضو كده، ان احنا نفك الاشتباك، مش ان احنا نلخبط المنفصل في ملفات. لازم ندرس نفهم نتبع كل واحدة لحالتها. ولذلك قالوا إذا انفكت الجهة فلا تناقض، فهمناها. لكن لما تكون الجهة ملتبسة يبقى في تناقض. فهذه ملفات، والشخص اللي حضرتك بتقول عليه ده هو في الحقيقة اتلخبطت عنده يا عيني الملفات.